بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير من الأعضاء سألني على برنامج ديسكفري الخاص بشركة ميموزا لإظهار الأي بي أدريس الشباب والماكات الخاصة بأجهزة الشبكة اللي موجودة. كلنا عارفين البرنامج الخاص بشركة يوبيكويتي ديسكفري يا شباب. البرنامج ده وظيفته ان هو بيظهر لك اسم القطع والاي بي ادريس والماك ادريس الشباب والفيرجن الخاص بكل قطعة، وتقدر تعمل بعض الاوبشنات من خلال البرنامج. نفس القصة يا شباب في برنامج ديسكفري الخاص بشركة ميموزا، تقدر تعمل بحث على الاي بي ادريس والماك ادريس الشباب، وبنعمل بعض الاعدادات المهمة هنشوفها مع بعض حاليا. هندخل على الموقع الجميل ده شباب. البرنامج هتحمله من على الموقع ده، الاصدار اللي موجود معانا حاليا اللي هو 1.0.0.0. البرنامج بسيط زي ما احنا شايفين، يعني 5 كيلو بايت، حاجة بسيطة جدا جدا. دي صور البرنامج يا شباب، وهنا عندنا البرامج المكملة لازم تنزلها علشان البرنامج يشتغل عندك على الكمبيوتر. الشركة طورت البرنامج وبيشتغل حاليا على اللابتوب يا شباب، او نسخ الويندوز فقط، تمام. وزي ما احنا شايفين دي بعض التحديثات والاوبشنات اللي موجودة في البرنامج، بيشتغل على البروتوكول V4 وV6، وبيشتغل ايضا على التشفير ال HTTPS وال HTTP، تمام. علشان احمل البرنامج يا شباب بضغط على كلمة الداونلود دي، وبنزل الى الاسفل كده زي ما احنا شايفين، وببدأ احمل البرنامج معايا وبنزل على الكمبيوتر زي ما انتم شايفين، وبعد كده بعمل سيت اب للبرنامج، تمام. هندخل نفعل البرنامج سريعا كده، هنضغط على البرنامج ضغطتين، وزي ما انتم شايفين يعني تصطيب البرنامج سهل جدا زي اي برنامج اهو. باخد نيكست ونيكست تاني، وزي ما انتم شايفين اهوت، علشان نفعل البرنامج على الكمبيوتر حاليا، واقول ايه فينش، تمام. البرنامج بينزل على سطح المكتب، بينزل له ايقون على سطح المكتب، وبعد كده بينزل بيفتح معايا زي ما انتم شايفين. بضغط على اول ايقون يا شباب، ببحث عن الاي بي ادرس بتاعي والماك ادرس زي ما انتم شايفين. لو انا عاوز امسح الاي بي والماك دول، تمام، بمسحهم كده. بدخل هنا على الاوبشنات لو انا عاوز افعل اي اوبشن من الاوبشنات اللي موجوده المهمه اللي معانا دي يا شباب. بعمل سيف حفظ الاعدادات بتاعتي، وزي ما انتم شايفين بيظهر معايا يعني اي بي ادرس جديد في الاخر كده. لو انا عاوز احفظ الاعدادات بتاعتي ديت او الاوبشنات بتاعتي دي كلها يا شباب في ملف سي اس في زي ما انتم شايفين كده، موضوع بسيط. لو انا عاوز اقفل البرنامج خلاص، لو عاوز افتح البرنامج من جديد بفتح البرنامج يا شباب زي ما انتم شايفين كده. البرنامج جميل، ويتيح ليك ان انت تبحث عن الاي بي ادرس بتاعك والقطع بتاعتك والماك ادرس بكل سهولة. وزي ما انتم شايفين كده بضغط على بحث، بيظهر لي الاي بي ادرس والمكان بتاعتي. لو انا عاوز الغي الاعدادات اللي موجودة معايا دي، فممكن اشيل علامة الصح كده من هنا، الماك الاخير ده هيبدأ ان هو يختفي معايا. يا ريت تكونوا استفدتم من البرنامج، وهرفع لكم الموقع بتاع شباب، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.